السلام عليكم. مجاميع مسلحة مجهولة استهدفت مقرا لحزب الدعوة في محافظة النجف الأشرف بعبوة ناسفة بعد هجومين مماثلين استخدمت فيها القذائف والصواريخ، استهدفا مقرات للحزب ومكاتب لمرشحيه بمحافظة واسط ومحافظة البصرة، طبعا دون التسبب بأضرار بشرية. الأمر اللي دفع حزب الدعوة إلى استنكار ما وصف بالاعتداءات ضد مكاتب ومرشحيه، عادا إياها أعمالا تندرج في إطار الإخلال بالسلم الأهلي وترهيب الآمرين. بيان حزب الدعوة قال أنه إننا نرفض تحميلنا مسؤولية آراء لأشخاص لا يمتون إلينا بصلة قريبة أو بعيدة تنظيميا أو سياسيا. بالتزامن مع ذلك انتشرت مقاطع فيديو لأشخاص يقتحمون مقر لحزب الدعوة ويهتفون باسم السيد الشهيد محمد صادق الصدر في إشارة إلى تغريدة لأحد الأشخاص يقال أنه يعمل في مكتب الحزب في البصرة، لكن بيان حزب الدعوة طبعا نفى ذلك، نفى أن يكون هذا الشخص عنده أي ارتباط بينه وبين الشخص المذكور. فمن هو المسؤول عن إثارة هذه المشاكل في هذه الفترة الحساسة؟ وهل الرد بالقذائف هو الطريقة المناسبة لهذا التصرف؟ ومن يقف وراء حادثة الإساءة وحادثة قصف المقرات؟ رحب بكم مشاهدينا الكرام، وارحب بضيوفي السيد مناف الموسوي الباحث في الشان السياسي والسيد عبد الرحمن الجزائري عضو الاطار التنسيقي. حياك الله سيد مناف. حياك الله سيد عبد الرحمن. حياكم الله. شنو القصه؟ البارحه مشكله بالبصره، اليوم اكو مشكله بالنجف، قبلها في واسط، وما ادري اذا العماره بها شيء او لا. من اللي اساء الى السيد الشهيد الصدر؟ يعني في البدء استاذ محمد دعني اجدد الترحيب بك وضيفك الكريم وجميع متابعي ومشاهدي قناه الايام. اولا نرجع الى منهج السيد الصدر قبل ان نتحدث عن المشاكل واسباب المشاكل، وهل انها اعتقد يعني يحتاج مبحث طويل، مو ما ادري يسمح به الوقت او ما يسمح. السيد الصدر لخص الموضوع بكلمتين واضحه، قال مشاركتكم في الانتخابات تحزنني وعدم مشاركتكم في الانتخابات تفرحني، عدم المشاركة تعمل على عملية رفع الشرعية عن الكتل والأحزاب. تتحدث الآن عن سيد عن سيد عن سيد مقتدى الصدر. إذا سمحت لي، إذا تريد نتحدث عن الجمهور. لا أنا أريد أعرف منو اللي أساء للسيد الشهيد محمد الصدر. أنا تسألني أنا مو محل لهذا السؤال، ما يعنيني هذا الشيء، ولا أنا يعني ولا اعرف هذا الشخص اللي اساء حتى اتحدث عنه واكون في معرض الحديث، لكن اقول بالنسبه الى جمهور التيار الصدري هو جمهور منضبط، وانت تعلم جيدا انه في عز الازمه في حادثه ثوره عاشوراء حينما كان ابناء التيار الصدري يقتلون في المنطقه الخضراء وحتى الجرحى يتم قتلهم في تلك الفتره، حينما خرج السيد الصدر وطلب من جمهوره ومن اتباعه أن يغادروا المكان خلال 60 دقيقة غادروا. زين. بالتالي جمهور التيار الصدري يعتقد أنه جمهور منضبط يعمل وفق يعني ما توجيهات الزعيم الذي يعمل به، وبالتالي أنا أتحدث اليوم عن توجيهات الزعيم. توجيهات الزعيم هي عدم المشاركة لأنه يعتقد أن عدم المشاركة ترفع الشرعية عن الكتل التي تعمل يعني بالمحاصصة. يعني وصل كلامك يوصلني، كلامك يوصلني أنه الاستهدافات اللي حصلت على مكاتب الدعوه ليست من طرف التيار الصدري، هذا قصدك؟ اذا سمحت لي حتى اكون يعني صادق بهذا، هذه ردود افعال لا استطيع ان اقول يعني هل لان بالنتيجه انا ما اعرف الاشخاص اللي قاموا بهذا الحدث حتى اكون شاهد على هذا الموضوع. زين. يعني هل هم تابعين للتيار الصدري بتوجيه او عدم توجيه؟ لكن اذا سمحت لي اليوم عملية الدعوة للانتخابات اعتقد هي عملية كسر لإرادة شعبية. هذه الإرادة لا يعني لا تقتصر على التيار الصدري فقط، هنالك مستقلين وهنالك الكثير من القوى المقاطعة للانتخابات والرافضة للانتخابات. واعتقد ان تظاهرات تشرين انا وانت كنا شاهدين عليها ولاحظنا كيف قام الجمهور التشريني في تلك الفترة ايضا بحرق
المقرات وبحرق بعض السفارات والممثليات في عملية إعلان رفض للواقع السياسي وإعلان رفض بالذات لمجالس المحافظات التي استطاعت تظاهرات تشرين أن تضغط على الكتل السياسية وتصل إلى عملية تجميل عمل. بس التيار مو تشرين، تيار جمهور منضبط قلت لا مو تشرين، لا واضح. لا أنا أتحدث أستاذ محمد بالنتيجة، أقول أتحدث عن ردود الأفعال. هذه ردة الفعل إذا كانت نتيجة لعملية التغريدة لا أستطيع اليوم أن أحكم بشكل واضح هل أن هذه الردود هي جماهير صدرية غاضبة من فعل نتيجة لردة الفعل هذه التغريدة. نعم سيد دكتور، والله صدقا أنا ما أعرف شنو قصة التغريدة هذه. أنا من والله أنا من والله صح والله يعني صدقني والله بالفعل، لكن ربما اللي انتشرت إنه أكو تغريدة لشخص والتغريدة ما شفت محتواها لأن واضح. ما لقيتها أصلاً واضح. تسيء للسيد الشهيد محمد صادق الصدر. إذا سمحت لي بأقل من دقيقة شيء؟ إذا سمحت لي بأقل من دقيقة لا لا، اليوم أنا أعتقد مع اقتراب الانتخابات بعض الكتل السياسية تريد أن تجد لها معادل موضوعي لعملية تحفيز جمهورها للذهاب إلى الانتخابات. زين. فبالتالي يعني من الممكن أن تصدر على يعني على على, على طريقة الذكاء السياسي يعني تصدر مثل هذه في محاولة استفزاز. يعني ممكن هم ضاربين نفسهم. لا 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 القصدية في عملية يعني إصدار بعض التغريدات اللي تستفز مشاعر الآخرين والمواطنين حتى يأتون. أقول لك من الممكن حتى بالنتيجة ها التيار طب علينا والتيار ما يريدون أن يشارك في الانتخابات، هذه كلها الهدف من عملية تحفيز الجمهور الحزبي. لأن اليوم حتى الجمهور الحزبي على ما يبدو أنه جمهور خامل غير متفاعل مع هذه الانتخابات. زين سيد، شنو القصة؟ شنو اللي صار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أجدد التحية لقناتكم الكريمة والضيفك الكريم. حياك الله أستاذ محمد. إحنا لا أريد التفصيل اللي حصلت. إيه هسه خلي شنو اللي صار. أكو واحد أنا ما أعرف منين هو حقيقة، نعم، مغرد تغريدة، كاتب تعليق ما أعرف إيش، مستفز التيار الصدري. هي تغريدة بالتواصل الاجتماعي بعد التالي وصلت يعني هسه بيها لربما بيها إساءة؟ مو إساءة بس يجوز أكو توضيح بالموضوع ربما. زين هذا الشخص في ما يخص هذا الشخص طبعا ما ينتمي لنا، طبعا مو الحزب الدعوة. لا لا أبدا ما منتمي، وإحنا انطينا بيان في وقتها وصار اجتماع بنفس الموضوع اللي صار به تجاوز على مقرات حزب الدعوة، أنه دورنا هذا مو إنه الرجل. هسه ما نعرف هذا تابع لتشرين، تابع للتيار الصدري، تابع لجهات معينة، ما نعرف بعد. بس احنا خلي نفصل الموضوع يعني العلاقه المتوتره بيننا وبين اخواننا التيار الصدر. اكثر من مره الحاج ابو اسراء شخصيا اعلن انه انا ماد ايدي وسيد مقتدى، سماحه سيد مقتدى رجل ابن التيار الصدري. زين ولا يختلف التوجه نفس الخط، يعني لا يختلف حزب الدعوه الاسلامي عن توجه خط السيد الصدر. الخط واحد طبعا والمذهب واحد طبعا، والعمليه السياسيه اللي قادتنا ما بيننا وبين التيار الصدري يعني لها تاريخ. بالتالي احنا شركاء. الان صار اختلاف على رئاسة الوزراء وصار اللي صار، واجينا اليوم بحكومة جديدة، حكومة خدمية، واعتزل التيار الصدري. هاي المناكفات حقيقة وهذا التوضيح بانه المقاطع الانتخابات لازم الى مبررات. احنا نريد مبررات، ما نريد اليوم سماعة سيد مقتدى ينطي اليوم للجمهور وللشعب العراقي بصورة عامة رسالة غير واضحة. الآن أنا اليوم أوضح من رسالته المقاطع المقصير. لا لا اسمح لي، لا اسمح لي أنا المقاطع حتى لا أكون شريك مع الفاسدين ولا أعطي شرعية للطبقة السياسية الحاكمة. هذا ضمن الدستور، ضمن الدستور. بس ما ممكن أنا طالع من العملية السياسية وأفرض على الشعب العراقي وعلى الشركاء اللي وياي اليوم والجمهور أنه أنتم تقاطعون العملية السياسية. ما فرضوا تيار صدري، فرضوا على جماعتهم. لا اسمح لي، اليوم المقاطعة شاملة كل التيار الصدري بجمهوره، كل التيار. اي تمام. المقاطعة هذه احترقت المقرات في الأنبار، احترقت المقرات في الموصل، احترقت المقرات في كركوك في الأنبار، لا احترقت المقرات في محافظات تمثل اليوم الطائفة الشيعية المذهب الشيعي. واحدة منها النجف والبصرة وواسط، وهذه محافظات اليوم جمهورها معروف اليوم واضح. العملية هسه بالتالي اليوم حرقنا مقر من مقرات حزب الدعوة. شنو اللي يقدمه حزب الدعوة ضدك انت على مود اليوم انت تتجي وتحرق المقر
وتطلع الناس اللي بي وتتهجم عليه. ما يثبت بانه اللي حر اللي اللي وهاجموا مقراتكم هم من التيار الصدري؟ لا طبعا احنا ما هذا هذا متكهنين بالموضوع احنا، بس احنا ما عندنا مشكله اليوم بصراحه. بيانكم بس بيانكم يشير من 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 قلتوا انه احنا ما لنا علاقه بهذا الشخص اللي توجه باساءه، واحنا صادقين بهذا الموضوع. يعني معناته انت تعرفون التفاصيل. احنا لو كان هذا واعضاء منكم قالوا اجوا التيار اول بدايه متظاهرين، وصلوا للمقر وبعدها ما قدروا يسيطرون على المقر، رجعوا وانطلقت علينا القذائف. صحيح. حتى هي هاي هم ما بها اثبات على انه التيار الصدري هسه، بس الفيديوهات اللي تظهر ترضى جماعه التيار الصدري. هسه نعزل انا وياك اليوم ونعزل للجمهور والشعب العراقي حقيقه ان التيار الصدري بعيد اليوم عن حرق مقرات حزب الدعوه. من الذي يستهدف حزب الدعوه؟ كل الشركاء اللي البقيه هم داخلين بالعمليه السياسيه. زين. الاغلبيه حتى فيما ضمنهم اللي هم المدنيين وتشرين اللي تتحدثون بهم لربما ايضا هم داخلين بالعمليه السياسيه. الوحيد المقاطع للعمليه السياسيه هو التيار الصدري. زين. والان ما يجد مساحه في الحكومه العراقيه ولا ممكن ان نقعد بعد نجلس بالطاوله المستديره ونتحدث مع التيار الصدري باسس الدستور واسس اليوم انه ممكن يرجع التيار الصدري لمجالس المحافظات او للحكومه العراقيه الا بعد تنتهي مجالس محافظه ولربما ننتظر البرلمان العراقي القادم يعني. زين سيد عبد الرحمن، انا مو اتهم التيار الصدري ولكن انا اريد اليوم تفسير لاخواننا التيار الصدري لسماحة سيد مقتدى، ما الجدوى من مقاطعة الانتخابات من التي تؤشر إليها؟ اسمح لي، مرجعيتنا الرشيدة المتمثلة بالسيد علي السيستاني وكل طوائف الشعب العراقي الآن اليوم ذاهبة إلى اقتراع، ذاهبة إلى الانتخابات، وهي زي. عملية دستورية قانونية وأيضا طبعا. شرعية. خليني بالأهم من التفاصيل. لا بس اسمح لي، بس أنا أريد منهم جواب. ربما الدكتور ممكن يجاوبني لأنه هو جزء لا يتجزأ. سيد عبد الرحمن، خطوات التيار. نعم. إحنا يعني الإساءة إلى رموزنا هي مرفوضة تماما من كل شخص. أكيد. وخصوصا شهدائنا. والسيد الشهيد الصدر على قائمه، على راس قائمه الشهداء بالعراق. تمام. زين، هاي ثاني مره تتكرر الاساءه للسيد الشهيد الصدر، وانتم تعرفون جمهور التيار الصدري هذا عنده خط احمر. زين، والاتهام يوجه الى اشخاص اما في حزب الدعوه او قريبين من حزب الدعوه، ليش ما سويت شلتوا هاي الحساسيه من البدايه؟ يعني ذيك المره انحترقت المقرات. تمام. وقالوا ذولا جماعه من جماعه حزب الدعوه، مو من جماعه حزب الدعوه وانما من جماعه. كل قضيه احنا اليوم نجيب حزب الدعوه بنخليه بالقائمه، مو صحيح. أيه. هذا لا، يعني هسه حزب الدعوه كاي حزب، الاف الاحزاب اليوم موجوده بالعراق اول، يعني شو بس حزب الدعوه الاسلامي يعني؟ زين، لا مو صحيح هذا، هذا اتهامات يعني مبطنه انا اعتبرها مو حقيقيه. انت اليوم من تتهمني انطيني وثيقه تثبت ان اليوم انا اليوم مثلا سيد عبد الرحمن جزء من حزب الدعوه، انا اليوم اتجاوز، أنا ما أقدر ينكرني حزب الدعوة الإسلامي إذا أنا جزء منه، مستحيل. اليوم لما تجي إساءة بالإعلام وعليها تنظر بمنظار العملية أنه أنت تروح تحرق واليوم تقاطع وإلى آخره وقذائف ترمي على مقرات، مو صحيح هذا. أنا أقول اليوم خلينا نحكي بسياسة الطاولة المستديرة. زين. اليوم إحنا إيدنا مادينها لحد هاللحظة كل قيادات حزب الدعوة الإسلامي، كل قيادات دولة القانون وعلى رأسهم، وأنا مسؤول عن كلامي هذا، السيد المالكي. زين. وأنا أكثر من مرة أعلنتها بالقنوات أن السيد المالكي ماد إيده، لأنه إحنا لا نتجزأ من خط التيار الصدري. واليوم التيار الصدري مو فقط نحمل على محملنا أنه عنده جمهور، لا أبدا. زين. هو شريك على طوال السنين بالعملية السياسية. تمام سيد مناف، نتألم من ابتعاده عن العملية السياسية. واضح سيد مناف. خب المتهم الأساسي في ضرب القذائف في هذه القصة هو التيار الصدري. اقول لك احنا ما عندنا عدو غير التيار الصدري، مو عدو، وانما ما عندنا واحد خلينا نسميه بطل، مو عداء هو. والحقيقه انه هاي التغريدات وهاي التفاصيل اللي قاعد تطلع اللي قاعد تضيف العداء يوميا، ما ادري من يوقفها. استاذ محمد، هسه الحمد لله مرت بسلام، البنايات يطبها ألف مرض استاذ محمد، بس الناس، بس هاي لو ناس فيها دم شلون؟ هسه انا دا مره يعني اعمل على صناعه عدو. وجاي اسولف لك. اعمل على عمليه صناعه عدو. زين. أستاذ عبد الرحمن يتحدث برومانسية حقيقة ما موجودة اليوم بالعملية السياسية. أولا السيد الصدر كان شريك في العملية السياسية، ما أختلف وياك، صحيح. لكن هذا معار،
أن أبقى وياك على بنفس الخطأ وبنفس الاتجاه، هذا مو عارف تحيرني بيومية. أنت كنت شريكي، أنت كنت وياي، وأنت عندك ما أعرف شنو. بدأنا عملية سياسية تشاركنا فيها، وصلنا إلى نقطة وصلتنا إلى أزمة ثقة ما بيننا وما بين جمهورنا. اليوم من المنتفض اليوم على الكتل السياسية؟ من هو؟ مو محافظات الوسط والجنوب؟ تشرين مين؟ مو محافظات الوسط والجنوب؟ وبالتالي اليوم أنا أعتقد أن هنالك يا سيدي أن هنالك خلافا في الرؤية والمنهج والاستراتيجية. السيد الصدر قدم مشروعا إصلاحيا تم محاربته، وبتحدثوا الأخوان من عندكم من حزب الدعوة قالوا الحكومة ما شكلت إلا بالذكاء السياسي وسلاح المقاومة. احنا ما نريد نعيد نفتح الصفحات القديمة. اليوم نتحدث التيار الصدري ترك لكم الجمل بما حمل، وانسحب من تشكيل الحكومة، وانسحب من مشاركتكم. وقال السيد الصدر لن أشترك في خلطات العطار. واضحة هاي، ما أريد أشترك خلص. اليوم مصنع، أنا أريد أصلح وضعي ويا أهلي ويا أخواني ويا جمهوري. أنا أرى أن الإصلاح يتم من خلال هذه الخطوات، من خلال هذه الاستراتيجية. إذا اسمحني سيد مناف، بالقضاء بسر قاطعني. أنت سأل السؤال حكيم، وأنا أتفق وياك. اليوم أنت اليوم مثل ما يتحدث هسه الأستاذ قال هذا مو من عندنا، صحيح؟ زين. أنت بدك مش للضربة والقضاء، أمجيهم تار صدر بعدين تسولف لي قول التيار الإصلاح يصير بالقضايف. من يقول هذا؟ من هو الذي يعني من الذي ضرب القضاء في اليوم في صراع انتخابي ما بين الكتل السياسية الموجودة داخل الإطار؟ في جمهور أيضا أنت بتغاضي عايفة ما شايفة، وهذا الجمهور أعتقد جمهور مهم زيح. وهو جمهور المستقلين وجمهور تشرين اللي أيضا يعتبر عملية العودة إلى انتخابات مجالس المحافظات هي كسر إرادة، وأنت ابن الناصرية وتدري شو يصير بالناصرية. شاركوا مثل ما يقول السيد السيستاني داعم للانتخابات، واليوم طلع وكيل السيد السيستاني وقال إشراقة قانون لا من قريب ولا لأول مرة يتم تحديد هذه المسألة. قبل متشلبين بإشراقة قانون عمي يتابع المرجعية، واليوم المرجعية تبرأت وقالت أن هذه الكتلة لا تمت ولا تقترب من المرجعية لا من قريب ولا من بعيد. واليوم أقول أن المرجعية اليوم التي تغلق أبوابها على الكتل السياسية التي شكلت هذه الحكومة والتي لم تصرح لحد هذا اليوم هي بالضد من هذه الانتخابات، وهي مع المقاطعين لهذه الانتخابات. وأعتقد أن جمهور المرجعية هم أيضا من الجمهور المقاطع. عندك معلومة لو قاعد تحلل؟ إذا سمحت لي لا بالنسبة للمرجعية تحلل لو عندك معلومة. لا حلل واضح المسألة. اليوم الكثير من خطباء الموجودين على مواقع التواصل تحدثوا بشكل واضح يا عمي إذا المرجعية غالقة أبوابها يا جمهور المرجعية، أنت تقلد المرجعية لو تقلد الأحزاب. جمهور مرجعية شلون ممكن ترحون الأحزاب؟ المرجعية لا تستقبلهم، ترفض أن تصافحهم، ترفض أن تتعامل معهم وأن تقبلهم، لأن بالنتيجة هذه الأحزاب تجاوزت على جناب المرجعية ومقام المرجعية. تقدر المرجعية تطلع ببيان وتقول ما يحتاج أستاذ محمد، ما يحتاج. هسه طبعا أكو البعض يطالب المرجعية بأن تصدر، بس المرجعية ما يحتاج. المرجعية صمتها هو فعل تمام. وحديثها فعل واضح. حتى أغادر أكو منطقة أريد أغادرها. بالنتيجة لا تحدثني اليوم عن ضربات الكاتيوشا. أنا غير مسؤول. إذا سمحت أستاذ محمد، ليش ما التيار الصدري بس ما خلنا أسألك ليش هذا التيار الصدري اتهم بهذا الموضوع؟ ما لماذا لم ينفي التيار الصدري عملية صناعة عدو؟ عفني من هذا الموضوع. اليوم الحكومة بيد التيار الصدري؟ لا، وأكو أجهزة أمنية المفروض هي من حقها. أنا أقول أن أحد المشاكل اليوم اللي إحنا نتحدث عنها ونقول هذه هي أحد أسباب فشل هذه الانتخابات، أن الحكومة من سيطر على السلاح بيد الدولة، وأنت تدري البصرة عركة بين بيتين مو عشيرتين تنقلب الأمة وتروح. جاي الدولة تحاسبني على لا أنت ليش تقول اليوم القضايف؟ من قبل أسبوع من كتلة واثنين من التيار الصدري شنو كانت ردت فعل التيار الصدري؟ وين؟ بالبصرة بهاي الحادثة اللي بالحادثة الأخيرة شنو كانت ردت فعل التيار الصدري؟ ليش هذه تغفلها وتجي تقول لها والله القذايف؟ أنا أدور لك على القذايف؟
هذا شنو بالمخابرات والاستخبارات؟ لا روح اسال الاجهزه الامنيه، خل تعرف من مصدر هذا. ممتاز. مع العلم، مع العلم اقول انه مع العلم ان هنالك الاستاذ يتحدث يقول هذا مو عندنا. اضرب لك مثال، شخص انا اعرفه انت تعرفه اللي هو مو شنو من عندنا، هو يقول هذا الشخص مو من عندنا بالتغريده. اي اي اشوفك العمل السياسي، الذكاء السياسي كيف يعمل. زين. شخص موجود على مواقع التواصل نكره. يعني هسه ما اريد اتحدث بعد وزاد لانه اصلا ما يستحق اكثر من هذا الحديث، يهاجم السيد الصدر يوميا بال على مواقع التواصل وعلى على تويتر على اكس كما يقال. من تجي انت زعيم دوله القانون وتستقبل وتطلع بصوره انت وياه، هذا شعني؟ هذا مو من عندك؟ واضح. مو يمك؟ خليه حيلة. مالك علاقة بي؟ خليه حيلة، تمام. لو تمام. انت تمام تمام. انت بريء دائما. مو يمك؟ حكومة، حكومة الإطار. والأجهزة الأمنية الآن كلها تمشي باسم الحكومة. هسه من واحد أنا سمعت تصريحات، سمعت تصريحات بها إشارات واضحة للتيار الصدري. خب روح خلي يشوفونهم، ليش ما يشوفون ذولاك الأشخاص اللي استشهدوا قبل يومين بالبصرة؟ هم من قتلوا بدم بارد، ما ادري شو اسمه، من قتلهم، من اللي قتلهم؟ ليش واحد يسمح الذوله وما يسمح الذوله؟ هذا دم عراقي وهذا دم عراقي، هذا مقر عراقي وهذا مقر عراقي. مو المفروض هاي المساحات ما نوصل لها سيد عبد الرحمن؟ هسه اجاوب دكتور. اي مو المفروض اللي يتحدث على سؤال؟ لا استجاوبني انا، خليك انا راح اجاوب. المفروض هذا السيد مقتدى ما يستقبل كل النقاط المالكي اللي تحدث بها والنقاط وسؤالك. هسه انا اجي بس على نقطه واحده. اولا خلي يعلم الشعب العراقي ان التيار الصدري خرج فقط من البرلمان العراقي. زين. اي ما معنى خوش لعبه هاي؟ ابدا ابدا. انت بدون موظفين بطلون استاذ منى، استاذ بس قل لي والله، بس خلي بس بدي اروح لك، اذا عاوزين كم درجه مدير عام؟ لا لا ابدا وكيل. دقيقه بدون تطلعون عمي، ترى هي الحكومه بديت بس اسمح لي طلعوهم عمي. لا لا هذا لا يومية هذا هذا جزء جوابي للاستاذ محمد. يا استاذ منى هذا وقتي. تمام. التيار عرض عليه في فترة تشكيل الحكومة من قبل السيد السوداني سبع وزارات، قالوا له استحقاقك هذا تريد ترشح من التيار من المستقلين ورفض التيار. هذا الاشتراك بالحكومة. لا تسالف لها والله عندهم موظفين، طلعوهم. مو موظفين، طلعوهم. لا لا بدرجة مدير عام وقائد شرطة. طلعوا لهم قائد الشرطة، قائد الشرطة اللي من يقدر يتحرك هو من اتباع التيار الصدري. مو بعيد كان يستمع لك. استمع له. اولا الاخوان، الاخوان باختلاف السياسي اللي هو على رئاسه الوزراء اختلفوا ويانا التيار الصدري، وكان قرار جيد جدا بالنسبه للتيار انسحابه. زين. باعتبار انه انا ابتعد من هاي الحكومه. هسه اجينا هل المفاصل الحكومه اللي يتحدث استاذ مناف يقول لك اليوم بيدكم انتم الاطار وانتم مشكل الحكومه، احنا مو اقل من 30 الى 25% الان من حكومه الاطار هي من التيار الصدري. بالدليل قائد الشرطة اللي يتحدثون عنه بالنجف، روح أنت ارجع للأوليات، تعيينه من التيار الصدري. هذا جانب. الجانب الثاني، أنا لما أتحدث وأتهم التيار، أنا اليوم مدى أشوف اليوم هي المقاطعة مبنية توجهات التيار الصدري. اليوم العداء لقضية حزب الدعوة والأحزاب الإسلامية اللي موجودة كانت شريك وياك، وأنت تقول أنا اليوم مقاطع وياك بالعملية السياسية، بس أنا ما ممكن أستخدم الطريق الثاني. زين. هذا جانب. الجانب الثاني اللي يتحدث به استاذ مناف يقول المرجعيه لا مقاطع. لا تؤيد. خلي يرجع استاذ مناف وانا بعد الحلقه ان شاء الله، واذا تحبون ادزل لكم البيان مال المرجعيه، واحنا متواصلين ويا المرجعيه. المرجعيه نعم ممكن ان تزعل على قيادات وعلى احزاب، ما ممكن هذا الموضوع، لكن ما تدعم فلان وفلان، ولكن رايها الاساسي في قضيه الانتخابات انا مسؤول عن كلامي، ومكتب السيد السيستاني متواصل وياه، وسيد محمد الياسري ومحمد رضا، انه هم مع الانتخابات ومع الدستور العراقي ومع العمليه السياسيه ان تمشي، ما انطي فرصه، لان احنا تحت اطاله احتلال وقواعد والى اخره، فبالتالي ما اخلي فراغ سياسي. تحت اطار الاحتلال؟ اي نعم، احنا تحت اطاله الاحتلال. شلون حجي؟ لا احنا تحت الاتفاق الاستراتيجي، عندنا قواعد امريكيه، عندنا قواعد امريكيه يوميه المقاومه الاسلاميه جاي تضربها، وعندنا قرار من البرلمان بخروج الامريكان وما قادرين. قواعد منو جابها؟ غير اتفاقيه استراتيجيه. زين. اتفاقيه امنيه هذه. تمام. حتى لا اروح استراتيجيه كانت، حتى لا اروح خالص بعيد. انا على المرجعيه. فالمرجعيه لما تقول اليوم ايش راقت كانون من يمي، مساله طبيعيه، لان هي راي المرجعيه انه ما ندعم اي قائمه. الاختيار للمواطن ولليوم الشارع العراقي هو يختار من يصلح أن يكون اليوم في مجالس المحافظات.
هذا الحقيبة يكون نغادرها احنا بعد ما شنو هذا احنا مو نعيركم يا استاذ مناف بان انتم شركاء بالوطن هذا واجبكم هذا واجب سماحة سيد مقتدى اليوم انا صار علي اعتداء سيد مقتدى يقعد البارحة على غزة انتم بياناتكم وقفتوا على الحدود العراقية انا اليوم في عملية اليوم انا اهدئ الشارع العراقي انا في عملية اليوم ما اقبل اليوم تهديد لحزب الدعوة يا اخي ليش مقر من مقراته ليش تستقبل انا اليوم لا انا اليوم واجب المدون اللي هو يسيء اللي يسيء السيد مقتدى ثاني يوم من يمك انتم سمعتوا فد يوم اساءة من شخص معروف على مستوى اليوم قيادي في سياسة اليوم حزب الدعوة في سياسة الصورة. حزب كل احنا المجلس الاعلى في قعدتكم الثنين مدونين واحد يشتم الثاني يومي انا ما اهتم انا داعش على قادة استاذ ايه وقفوهم اثنين يعني وقفوهم يعني يقبل اليوم السيد وقفوا. اليوم السيد المالكي الحاج ابو سراي يقبل الاساءة لسماحة السيد مقتدى ما يقبل يقبل لا ما يستقبل هذا لا ما يقبل ما يستقبل انا اقول لك ما يقبل شلون يستقبل وغير مسموح انه اي شخص اليوم من قيادات الاطار الاساءة لسماحة السيد اللي يحفز هذا ابن السيد الصدر عمي هذا الرجل اللي اكثر الناس اليوم تحسب له 100 حساب والمرجعيه والعراق يطلعون بصوره على الجسمك هذا الكلام يقنع اي شخص لا لا مو يقنع سيدي. لا انا مو جاي اقنعك الان هذا معناه تعريض انه انت روح سب السيد وانا حاميك لا هذا مع لا. حماية ودعتك لا أنا حماية اكو بعض الاشخاص السيئين اللي الشعب كلهم يعرفهم انطيني لا تعطيني تداول بالتواصل الاجتماعي واحد شنو؟ اليوم فلان وفلان هذا مجهول هوي انا اعتبره هذا مغرض اجلس شخص هذا مخرب بيني وبينك انت بمكتبك وقاعد شنو مغرض مغرض لا تستقبله انت زعيم شلون تستقبله سؤال ثاني سؤال هسه عكسناها على المالكي شلون يستقبل هذا واعتبرناها انه هذا مناصر الى المالكي وهو مدفوع من قبل المالكي محمي هذا محمي زين سيد مقتدى ما يستقبل الناس هذا قال اعطيني مثلا هسه اعطيك مثل اعطيني مثل وانا قاعد اسالك انت انا اعطيتك مثل وعند الصوره اسدس لك اياها لا ما يستقبل سيد مقتدى ما يستقبل سيد مقتدى ولا يسمح بهذه الاشياء ولا يسمح بشخص نعم. لا ما يسمح هو طبعا. سيد مقتدى والبارحة طلعت تغريدة واضحة على مسألة بسيطة أكو جماعة اليوم دي يهتفون باسم سيد مقتدى ودي يقرون أشعار وش اسمه هاي وحذر من هاي المسألة عم لا ترحون زايد هاي الأساس لا المشكلة بهاي صحيح لا مو بهاي هو هذا الكتاب هذا رد على هاي واضح يعني بالنتيجة موقف السيد كان تغريدة واضحة يعني زين. إنه على جمهوره إنه ما تبعون مثل هذه لأن قاعد تتخذ بها أشياء مو صحيحة هذا موقف السيد الصدر هذا دكتور خلطة أوراق يسمونه والله هذا الخلطة أوراق اللي تتحدث فيه شنو خلطة يعني مثلا قيادات أنا عندي مشكلة أجي واحد سيء بس لا اسمح لي دكتور واحد سيء أصلا هو مو سامي ويسب الإسلاميين ويتحدث يقول الإمام المهدي خرافة بينشرها مقالة في صحيفة العراق الرسمية وتجي انت حاطة وحاضنة وقاعد يومية يسب بالجسم هاي هذا خلط الأوراق زعاماتك يومية من تستقبله هذا خلط الأوراق وهذا ما يفوت يعني لا السيد الصدر ولا يعني التيار الصدري إذا استقبلته إذا ما استقبلته دكتور مناف بس أرجوك خلي شنو خلط الأوراق الموضوع خلط الأوراق اليوم إذا أنا عندي مشكلة اليوم ويا اليوم سيد سماحة سيد مقتدى عنده مشكلة ويا حزب الدعوة أو ويا شخصاً خلينا نشخص الأمور ويا السيد المالكي أكو شركاء بعد بالعملية السياسية هذا راح شو يولد يعني اليوم الشارع العراقي ولد طبق ديال اليوم زين طبقة الشيعية عند أحكي هسه خلي أحكيها بهاللهجة هذه زين اليوم الشيعة أنت تيار أنت إطار أنت أنا هذا تصير عندي هاي الحالة طبعاً زين أتفاجئ بها طبعاً للعلم احنا كليتنا ولد البلد وهو ده من ترجع انت على خط سماحة سيد مقتدى ابن السيد الصدر اليوم اللي يمثل امين حزب الدعوة الاسلامية وخط الشهيد الصدر هو السيد المالكي زين وين المفارقة هنا بالموضوع والله فلان تغرد والله فلان اخذ صورة ويا السيد المالكي وهذا علق بجريدة او مجلة او تواصل اجتماعي انا بس اقول دكتور خلينا نكون اكبر من هالحاجة دكتور عرض السيد مقتدى دكتور كنت تفهم كلامي الله يخليك دكتور خلينا نكون الى ابعد المستوى احنا اليوم الزعامات محملين امانة اليوم على سيد مقتدى وامانة على السيد المالكي وامانة على الشيخ قيس وأمانة على كل اللي بالعملية السياسية اليوم تهدئة الشارع هذا اليوم يسوي لك السلم الأهلي صفر اليوم حرق مقرات مرفوض أنا متأكد طبعا أنا متأكد والله أقسم بالله أنا متأكد أنه سماحة سيد مقتدى ما يرضى عنه منو قال مقبول ما يقبل سيد منو قال مقبول إذا كان هذا من التيار الصدري هذا مرفوض طبعا
مرفوض على اساس تحرك مقرات انت؟ هاي المقرات هي شبيهة بها صوره السيد الصدر، ترى بها مقرات حزب الدعوه الاسلامي، مقر حزب يتعامل في محافظه انت بيها. تجي انت اليوم تتعامل وياي بالسلاح؟ هذه مو لغه، اكو لغه الحوار، اكو لغه القانون. اليوم السيد الحلبوسي طلعوه بالقانون العراقي وبالمحاكم بورقه، طلعوه شالوا العضويه مالته. انت عندك مشكله اليوم على سماحه سيد مقتدى، روح للمحاكم قول يا بتيار الصدري كذا. عندك مشكله اليوم ويا السيد المالكي، روح قدم دعوه قضائيه قول اكو صار تجاوز. اسمح لي خلي اكمل الفكره. مقدمين دعوه قضائيه، خلي اكمل الفكره. الدعوه القضائيه وين مقدمين؟ احنا بعد الحرائق وبعد التوتر، ها، وانت اليوم دا يتهدد السلم الاهلي في مجتمع في محافظه النجف، مجتمع كل علماء ومنطقه دينيه هي اصلا. يعني هذا شيء اثبت يا سيد، اثبت. انا ما دا اتهم، انا دا اخلي الانظار، هي الانظار، الانظار يا دكتور، الانظار واقع الحال هذا. ليش نجامل يعني؟ احنا ما نريد نجامل. هاي قبل فتره، بس اسمح لي، قبل فتره انتم هم صارت عندكم مشكله ويا احد القيادات اللي بالحشيد ويا ابو عزرائيل، مو هم نفس العمليه. انا طبعا تابعت الموضوع، انه تهديد، لانه ابو عزرائيل تحدث، هو طبعا يرجع ابو عزرائيل من قيادات جيش المهدي من التيار الصدري. احنا الى متى راح نبقى هيجي؟ انا هذا سؤالي، هذا خلط الاوراق. انا اريد اليوم نوقف، ها، انا اعتقد سوى الشعر سوى له، رموا على بيته وهددوه. شو سوى له؟ عندك شو اسمه يعني فيديو؟ هذا موجود، موجود دكتور. لا دكتور، طلعوا قدام بيته، تظاهر حق مشروع. دكتور دكتور دكتور، هو بالفيديو، انا ما اتحدث، هذا ولا طلق التظاهره صارت امام بيته، اساء بل شو اسمه، ردود فعل جماهيريه طبيعيه. انت تقبل جنابك؟ انت تقبل من قيادات يوم، من قيادات الحشد لو من الاطار باكر انا اهدد بيتك واهدد عائلتك؟ تقبل؟ والله ما تقبل. انا دا متجاوز، ها، متقبل. انا متجاوز. اولا انا دا اقول هذا حق شرعي، اليوم التظاهر حق شرعي يكفي للدستور. لما انت تتجاوز على رموز، وانا هذا التظاهر واحد دكتور، حمل السلاح دكتور، التظاهر حجي حرق، عندنا حرق دكتور، ما صار حرق، مقر اليوم نحرقه. اي هذا غير مثبت. انت اليوم تسولف في مقر تحرقه، اقول لك انت عندك امن ومخابرات واستخبارات، طلع الفاعل على قدر الموضوع. سيد ملاك، نعم، من يضبط ايقاع هاي القصه اللي راح تاخذنا الى منطقه مو زينه؟ ما يضبطها، اللي يضبطها كان نفترض المشروع اللي قدمه التيار الصدري، اللي قدمه سيد مقتدى الصدر، واللي يتحدث انه ان يكون صناعه القرار صناعه عراقيه اليوم. زين، بعيدا، احنا بدل ما نجي واحد يتقوى على الاخ، واحد طلع سلاح على الاخ، واحد يعير الاخ، واحد يقول هذه الحكومه اللي شكلت بالذكاء السياسي وبسلاح المقاومه، بدل ما نحكي هذه الاشياء، احنا اليوم خلينا نشوف منو يؤثر على قرارنا، ومنو متحكم بالقرار. زين، ومنو شو اسمه، البارحه جهات عليا في الدوله العراقيه من رئيس الجمهوريه راحوا الى مؤتمر بالرئيس الاسرائيلي وقعدوا وياه. ما حد عجه، ما حد فك علقه، قعدوا بنفس المؤتمر اللي كان حاضر به رئيس الاسرائيلي. هسه يعني هذا اللي قلت له بجرته مواقع التواصل ونزلت صور، كان حاضر، ها؟ إيه يعني اقول هسه انت سولف لي على هذه المساله اليوم. زين، سولف لي يعني انا استغرب اليوم احنا انت تتحدث تقول هسه هاي مقرات امريكيه، وهاي المقرات اليوم بدها تخصفها قواعد وبدها تخصفها فصائل المقاومه البطله اللي نحييهم ونشيد على ايديهم بالش اسمه هاي. زين، انت عندك هاي جاي تريد تسوي لي انتخابات، شنو الهدف منها؟ شنو الغايه من هذا الموضوع؟ انتخابات يعني خدميه، انت ما حجاب محافظات، هذه خدمات لاعاده سرقه اموال المحافظات، لاعاده التحصص من جديد. اليوم اذا سمحت لي، اليوم كل اللي يتحدثون شنو المشكله عمي؟ انه احنا خلال الفتره السابقه المحافظين انفردوا وكل محافظ تابع الى جهه معينه، بما معنى انه هذه الاموال في المحافظه قامت تذهب بس الجهه واحده. احنا اليوم نريد، اذا سمحت لي، اليوم نريد نعيد التحصص من جديد. انت هاي الممارسه استاذ محمد، هاي الممارسه واحد، بس اكو فرق بين السلوك، اذا سمحت لي، بين السلوك وبين القانون. هسه هو يسلك محاصصه، هذا شيء، نعم، بس الموضوع دستوري، الدستور اقر، الدستوري صار لعشر سنوات، متوقف اليوم، اليوم صح الدستور، عشر سنوات صار له متوقف، ما كان اكو دستوري، ما يمد دستوري. اليوم سألني ليش، انا ادري
وقف تظاهرات تشرين جمدها بقرار من البرلمان العراقي وتوقف هذا الموضوع. اليوم العودة واستخدامها من جديد بهذا الوقت شو الهدف منه؟ زين الهدف إذا اسمح لي في موازنات انفجارية اليوم. أنت تدري أستاذ محمد يعني الأخبار اللي تنزل مثلا أنه الأخوان يردون يتفقون من هسه على توزيع المحافظين بعيدا نريد نريد نمنع فساد السيد يقول إذا اسمح لي يقول عدم مشاركتكم سوف ترفع الشرعية عن هذه الجهات الفاسدة. هاي شلون راح ترفعها؟ أنا أقول لك شرعية الانتخابات قانونا ماشية حتى لو اثنين ينتخبون. حجي أنا أحكي شرعية شعبية اليوم. إحنا جايين نحكي اليوم نعيد إلى دكتاتورية أحزاب. يعني اليوم حكم الأقلية. هاي الأحزاب هم يعني 80 أفتين هاي 80% بس قلي ظل 80% باكستان هنود. ظل القاعدين اليوم هذا أكبر عملية رفض طبعا. يا أستاذ محمد أنت تعرف أن اليوم نتحدث عن أزمة ثقة كانت هذه الأزمة نتجت نتيجة سوء الإدارات السابقة. نفس الانتخابات اللي ما شاركوا بها 80% شاركوا بها التيار الصدري. شنو المشكلة؟ شاركوا بها التيار الصدري قبل. شنو المشكلة؟ زين وشنو كانت نتائج أنت هذه المشاركة؟ أنت ليش تسمح لهم؟ شنو أنت ليش تسمح لهم يتحاكمون مرة ثانية؟ ليش ما تشارك؟ ليش ما تشارك بالانتخابات؟ ما أعطيهم شرعية اليوم المشاركة في الانتخابات المحلية إعطاء شرعية لهذه الحكومة والتي يعتقد السيد الصدر أنها حكومة باطلة غير 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 شرعية. جت الكتلة الأكبر اليوم هي اللي ابتعدت وانت تسالف لي على صناديق الاختراع زين من شارك التيار الصدري وحصل أكبر عدد من المقاعد. شو اللي حصله؟ مو الأخوان اليوم صارفون بالسن المجتمعي. من كان عند السن المجتمعي؟ من وصل التحالف الثلاثي إلى 200 مقعد. من الوقف تشكيل الحكومة اليوم أنت تجي تريد من عندي بشفافية بدو لازم ننفذ الدستور ونسوي انتخابات حتى الإخوان يرجعون. أقول لك من الآن يردون تقسيم المحافظين وعلى نسبة على نسب النتائج الانتخابية. الآن بيناتنا كل ما هذا المحافظة لك وهذا المحافظة طبعا. لي طبعا. هذا تقسيم واضح كعكة وعملية فساد كبيرة واضحة وبالتالي التيار الصدري يرفضها. ما في إيمان بالديمقراطية معناتها يعني إحنا الإخوان مقاطعون؟ لا مو مقاطعون الإخوان. لا مقاطعون ليش؟ لا مو مقاطعون. هذا حق دستوري. هذا حق دستوري. إذا يعني سمحت لي مثل ما انتخابات مثل ما انتخابات لكل الحكومة العراقية أولا رفض الشرعية هذا اولا مو صحيح. لا شلون رفض الشرعيه؟ حكومه منتخبه من الشعب ومحمد الشاعر الشعب اللي انتخبه محمد الشاعر السوداني اجى مو من يمي ومن عم المنتخبين طلعتوهم اجى من الحكومه المنتخبين الحقيقي فازوا طلعتوهم. ما طلعناه على شو ما طلعتهم؟ عمليه الانسحاب بحد وطلعك واحد. لا بس لا لا اسمح لي خلاص بالنتيجه انت بديت تهدد السلم المجتمعي وبديت تهدد الشركاء وتضرب وتقصف وتستخدم السلاح الموجود عندك. انا السلاح السلاح مو ضدك انا السلاح ضد الامريكان. شنو اللي معارضك انت؟ انا امريكان بدي اطلعها. عمي اليوم صاروا شركائكم شايلهم الامريكان. الشركاء صاروا شركائكم اليوم طلعتهم شركاء البارحة كانوا شركاء البارحة شركائكم البارحة البارحة شركاء بالنتيجة ذولا جبتوهم بالقوة البارحة كانوا شركاء يا أستاذ محمد وانت اليوم تخليت وانسحبت من العملية السياسية. هذا السجال مو صحيح والله العظيم. لا لا دكتور خلي نوضح الصورة. أنا لما تقول لي شركاء أنت كنت هم شريك وياي وإحنا كنا بعملية واحدة. أنت انسحبت خلاص انتهت القضية. أنت إلك جمهورك بس أنا ما أكو تهديد بالقضية وتوعدني أنه ما صير انتخابات. منهم هدد؟ وأنتم بحكومة ما حد لا هذا تهديد يا ما حد قال لك ما صير انتخابات. لا عداني لما تحترق لا, لا لا بس بس خليك واضح. اسمح لي لا 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 مقرات تحترق. شو أني تهديد في أي لحظة؟ سيد مقتدى الصدر واضح جدا قال للتيار الصدري قاطعوا لأن مقاطعتكم يعني تضفي عدم الشرعية على المشاركين في الانتخابات. زين تمام لا هدد ولو يريد يهدد بشكل علني يعني شنو طبعا هو يمتلك الجمهور اليوم. شنو لازم سيد؟ ما عندنا جمهور بس هو خطابه القانون والدستوري. بس أرجوك اسمح لي المظاهرات هو خطابه ابدا هو خطابه لجمهوره. لو اقول لك لو يريد انت جمهورك انت جمهورك تعال انت من تعارض وين تعارض المظاهرات معناته انت منطيت احقيه شرعيه للدستور العراقي اللي انت جزء منه وانت وقعت
انت طالع خارج العمليه السياسيه ما اختلف وياك، تطلع مظاهرات تطلع مظاهرات يا اخي، تختلف وياي اختلف وياي، نختلف انا وياك على هاي الطاوله وكل من رايه ماكو مشكله، بس انا لما تقول لي انت ما عندك شرعيه بهاي الحكومه وماكو انتخابات واني ابدا باكر اطلع عليك مظاهرات وباكر اسد الصناديق الاقتراع، انت ايش راح يحس المواطن العراقي؟ لا سمحت لي استاذ سيد سيدنا هاي رسائل رسائل هجوميه. منو اللي قال هيك؟ منو اللي قال هيك؟ اذا سمحت لي لا بس اوقف اوقف منو اللي قال منو اللي قال هيك؟ هاي اغلب نوايا التيار الصدري. لا النوايا داخل بالنوايا النوايا واحد. لا هم طلعت رب العالمين انت بس انا شنو؟ انا احس كل التغريدات بالمقابل بالمقابل ماكو فد ايقاع واضح امام الاطار التنسيقي. ليش هسه الاطار التنسيقي متحمل هاي التركه الثقيله اللي هي على 20 سنه انت وياي وانت بس بهالسنه هاي عفتني؟ انت بتشلب زين والله تتشلب مشلب انا خليها فوضى لعب يا دكتور سيد مقتدى قدم مقترح لو كان هنالك عقلاء في العمليه السياسيه كان تجاوزوا هاي المشكله. قال خلي نبدا بمرحله جديده، نبدا عمليه تصفير العمليه السياسيه، نبعث كل الذين اشتركوا في العملية السياسية من 2003 اليوم عليهم الجميع. هذا أحد أعتقد الشيخ الخالص مرة سأل سؤال قال له يعني شو تشوف الموجودين السياسيين كلهم متهمين؟ قال له هو السياسي متهم إلى أن يثبت عكس ذلك باعتبار أنه مشارك وأكو حديث عن وجود فساد، فحتى ما مشارك بالفساد هو يا أما ساكت عنه أو متغاضي عنه أو إلى آخره من هذه القضايا. فبالتالي احنا اليوم قدم مقترح قبل ان تشكل حكومه وقال تعالوا خلينا نصفر العمليه السياسيه ونبدا من جديد ونجيب طبقه جديده نحاول من خلالها نفكك ازمه الثقه. ماكو هيك شيء حقيقه، ماكو هيك نوايا صادقه. اليوم انا اتعامل بالقوه وبالمبادره يبقى من العمليه السياسيه التغيير بالبقاء مو بالخروج. يطلب هي هاي اطلاب وانت مدون منا ومدون منا، هذا يسبنا وهذا يسبنا، عفنا المدونين. لا هذول مو هذا وصلوا للشارع، هذا غرد اساء للسيد الشهيد. طبعا بالمناسبه ما تتصور واحد، انا ما اتصور واحد عراقي يقبل الاساءه للسيد الشهيد محمد الصدر ابدا، ما اتصور هذا الموضوع والله مع الاسف، يعني ولا نقبله تماما، وكل احنا ضد اي واحد يمس رموزنا بهالطريقه. وهذا هذا رمز مو بس للتيار الصدري، هذا رمز العراق. يا زين انت الان تمام محمد واحد يجوز طرف ثالث يا اخي، ليش تستفزون بهالطريقه؟ ليش توصلون الى مرحله؟ لا لا لا، اولا اذا سمحت لي انا ما شفت لحد هذا اليوم سواء كانت تغريده او تعرف مثلا اضرب لك مثلا حادثه احمد الوشاح خوسب مباشر للسيد واضح يعني بل جسمه شنو سواله؟ راح للسيد مقتدى قال روح الله مو قال روح الله وياك هذا خلق السيد مقتدى الصدر مو بهذا. مع العلم هو دائما يتحدث يقول انا امامكم انا هسه بالعمليه السياسيه هاي تحدثوا، بس ابويا لا ابويا شهيد ورمز وهاي لا تتجاوزون عليه لا تحاولون. احنا استاذ محمد اليوم نقول في ذكاء صناعي، في ذكاء سياسي، في محاولة لعملية صنع عدو أو بالنتيجة محاولة خلق معادل موضوعي لمحاولة تحفيز الناخب. هاي تدفعوا لهم واحد وكتب له تغريدة واستفز الآخرين وطلعوا واضح بالنتيجة. شوف هذا كلها الهدف تعرف يعني أنت مثلا السيد المالكي نفسه ممكن بال 2010 طلع احد وسائل الاعلام وتحدث عن السيد هاجمه بشكل مباشر زين. السيد مقتدى وممكن المهاجمه كانت بصالح التيار الصدري لان عدد مقاعدهم ازدادت بها بالجسم. هم اثنين مستفادين اثنين مستفادين هذا راح اللي يكره المالك راح للتيار واللي يكره التيار راح بالنتيجه المالكي وانكشفت القصه مكشوفه. اقول احنا ما يخالف خلي هذا الجدل السياسي ورسائل السياسيه. اقول اليوم بس احنا رسائل على مستوى تهديد الامن. اقول اليوم اذا سمحت لي السيد الصدر هو صمام الامان في هذه العمليه السياسيه. ونرجع لما حدث في ثوره عاشوراء تظاهرات عاشوراء وكان واضح موقف السيد الصدر، والسيد الصدر يعلم الجميع ويمكن هذه البعض يعتبرها عليه نقطه ضعف انه ضد يعني ضد عملية قتل المواطنين أو استهدافهم أو استهداف الأمن أو حتى عملية انسحابه. ترى انسحب لان بدوا يهددون الامن المجتمعي ويحجوها علني زين. يعني اذا ما تخلونا اذا ما ندخل احنا بالحكومه البلد يدخل في فوضى، احنا عندنا جمهور وعندنا سلاح وعندنا
وأسمى قلت لك ما نريد نعيد نفتح الصفحات القديمة. زين. بالنتيجة أقول اليوم أن السيد الصدر واضح كلامه، دستوري قانوني لا غبار فيه، نحن مقاطعون لهذه العملية، لا نريد أن نعطي الشرعية لحكومة نعتقد نحن جميعا أنها حكومة فساد. بالنتيجة هسه أنا مرات أقاطع أطلع أدبل، أقاطع أطلع أريد أهوس، أقاطع أريد هسه هو تريده اي خلاص. بس إذا 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 بس إلى حد هذا لو ما إلى حد إذا سمحت الخط الأحمر بهذا الموضوع إذا سمحت لي اللي ما تقدر توصل. السيد مقتدى الصدر دائما يركز على السلمية، دائما يركز على التظاهر السلمي، دائما يركز على يعني شوف الجمهور دائما يعني حتى في التظاهرات المليونية يركز مثلا لبس الكفن ورفع الأعلام العراقية فقط، حتى يرفض أن ترفع صوره أو صور الشهيد السيد محمد صادق الصدر. وبالتالي يعني لا تتحدث أن السيد الصدر من الممكن أن يكون هدفا في استهداف، على العكس، لكن السيد الصدر من الممكن أن يكون قوة فاعلة في رفض الفساد، من الممكن أن يكون قوة فاعلة في عملية تصحيح المسار. لا مو من الممكن، هو أصلاً قوة فاعلة، يعني هسه خب واحد هو خلاص قوة فاعلة. خلاص بعد زين ادفع لك واحد، خلي يسب التيار، خلي يسب له واحد من رموز التيار، خلي يجون الولاد جماعة بالتيار هم بأي طريقة جاب لها وانقاذها ما أدري شنو شمرها والقواعد الله هي ما تحتاج تنظيم مسلح، ترى بالجنوب وين ما تروح تبدأ تشوف سلاح بالعراق كله أمن. حتى أستاذ حتى محمد. شنو حتى تصير استقطابات لا أكثر ولا أقل، هذا اللي يقوله سيد المناخ هو بالعرف العشائري هسه الموجود وعرف مجتمعنا، يعني من واحد يجي يسب أبوك مثلا تروح تقول لأبوك هل راح شو اسمه، هذا استفزاز، عملية رد فعل أنت تريده. في بعض الأحيان من الممكن أن تكون بعض الانفعالات اللي تحدثت عليها ومو ممكن أن تكون مقبولة، خلي جاوب، مو معناها أنه أنا أقبلها أو سيد مقتدى الصدر، بس ينفعالات جمهور أنت تريد تخلي بهذا الشكل. إحنا كل قيادات الإطار بصورة عامة أولا تحترم سماحة سيد مقتدى وهو ركن من الأركان اليوم علمائنا مراجعنا العظام، فبالتالي ابدا هذا خط احمر. اما زي. اليوم الحاشيه، انا اليوم عندي حاشيه تتحدث بالاعلام تتحدث بالتواصل الاجتماعي تتجاوز، هذا ما يقبلون القيادات بصوره عامه، انا اتحدث لك اليوم عن راي القيادات. عمليه المقاطعه هي غير مؤثر على اليوم المجريات العمليه السياسيه، ما تاثر بصوره عامه. اليوم الاطار عنده اليوم تاريخ وعنده اليوم هدف معين، عملية الانتخابات ماشية بتاريخها. طبعا احنا اليوم نتحدث عن السلم الاهلي والاهتزازات، اليوم نوصل رسالة الى سماحة سيد مقتدى نقول له اليوم اذا اكو خلاف اليوم واكو فد مشاكل معينة اليوم باتجاه العملية السياسية، فاعتقد الطاولة مفتوحة لحد هذه اللحظة، لان العراق لا ينبني الا بوجودك يا سيد مقتدى، العراق ما تكتمل العملية السياسية اليوم الا بوجود جمهور التيار الصدري اليوم. زي. احنا ما نقدر نجزء هذا الاحتقان، احنا نريد ننهيه واحنا جاي نضغط اليوم. حتى احنا اليوم ما نقبل على قيادات اليوم الاطار التنسيقي اليوم العداء للتيار الصدري، ما نقبلها هذه. زي. انا جزء اليوم من قيادات اليوم ائتلاف دولة القانون، والله كل ما يصير اجتماع نتحدث بهذا الموضوع. الحد قبل يمكن ايام احنا فتحنا حوار لربما متبادل وكلفنا جزء من مرجعية النجف ان تتدخل في هذا الموضوع، انه نتدخل بقضية قرار سيد مقتدى بالانسحاب وعودة اليوم التيار الصدري. هذه المشاكل ما يصير نبني عليها. اليوم اجى واحد شخص الى رحمة الله على روحه ابو مهدي المهندس وقال انا احكي عليك، قال له انت كل موضوع احكي علي. ما قدم له اليوم قال له راح احرق اليوم بيتك، اليوم انت سب بيت ابوي انت غلطت عليه. احنا خلنا نستخدم هذه السياسه. زي. احنا اليوم في سياسه لدينا اليوم مشاكل خارجيه. تمام. اليوم تعرف استاذ محمد احنا قبل ايام كانت اغلقتوها المقرات طبعا مبدئيا احنا غالقين المقرات وعندنا اليوم التحذر لربما من اعمال تخريبيه، نخاف اليوم صراحه حقيقه لانه هاي ارواح بشر طبعا انت تعرف كل الزيه مو بالهين اليوم تقدم لها اليوم انت الحمايه والكذا، وهذا راح تدخل بمشاكل طبعا معينه تاثر حتى على البقيه الاخوان. تمام. حتى الكلمه الطيبه ايضا في الاعلام في وسائل التواصل الاجتماعي اكيد صدقه، والا كل كلمه واحد يذكرها في برنامج في تواصل في كل شيء قد تكون اساسا لفتنه، وهي الفتنه اشد من القتل اساسا. نعم. فاحنا مجتمع واحد، احنا بيت واحد، احنا بيوت واحده، كل واحد ببيته داخل بيته، اكو واحد
صدري واكو واحد اطاري واكو غرف صايرين واخوان اثنين بنفس المكان تلقاهم من توجهات مختلفه. هلا هلا بيهم حسان وابن عمي. هلا هلا بيهم اثنينكم وليدات عمي. انا مستوهم. شكرا سيد عبد الرحمن الجزائري، شكرا سيد مناف الموسوي، اشكركم مشاهدينا الكرام، في امان الله.